برمجة حفلات موسيقية من حين لآخر، فكرة اهتدت إليها جمعية البدر لولاية البوليدة قصد التخفيف من حدة الآلام لدى المصابين بمرض السرطان، حيث كانت الأغنية الأندلسية حاضرة من خلال حفل أقيم سهرة الخميس امتداداً للأيام التأسيسية التي نظمتها الجمعية. نعرفوا بلي ان هذا السرطان هذايا او غير يزداد في كل بلدان على كل حال وفي الجزائر خاصه، وحنا درنا هذا الاسبوع هو اول اسبوع في الجزائر نظمته جمعيه البدر باش نديروا التحسيس، باش كل واحد فينا يقدر يتحسس بيان سور ويقدر يتجند سو البلان بسيكولوجيك الاجتماعي، المحيط تاعو لازم يكون يعني يرفدوا ويساندوا. والموسيقى هي يعني من بعض الادوات اللي ممكن انه معناها تلطف يعني الجو وتخلي معناها يعني يخلي المريض مرتاح. كلنا معنيون بداء السرطان، شعار رفعه الحاضرون من الفنانين والمنظمين على حد سواء. وحنا نقول اليوم في هذا السهر الحافل ان الموسيقى قبل أن تكون كلام فهي شفاء. هذه السهرة إن شاء الله تكون في المستوى مع الفنانين اللي جاوا معايا، وإن شاء الله تكون سهرة يعني تمتع الناس اللي جاوا شافونا. En français on dit que nous sommes tous concernés، يعني ما رايش غير الفئة اللي مريضة ولا الفئة، on est tous concernés. ماذا بكم اليد في اليد وتعاونونا، والشكر الشكر الشكر الجزيل يعود لجمعية البدر. تمتع الجميع في الحفل الذي نظمته جمعية البدر لمرضى السرطان بولاية البوليدة، فالبعض نسي آلامه في حين كان السرور باديا على البعض الآخر وهو يقوم بالفعل الخيري على أمل أن تعمم الفكرة لتشمل ربوع الجزائر.